كم المجال المرشح الرئيسي حاليا والوزير السابق للدفاع الفرق انك تكون تحضر قبل كمسؤول والان كضيف مش فرق الاخير انا اولا سعيد باش نكون هنا لانه واجب نكون به كمسؤول او نكون به كمسؤول حكومي او سياسي او حتى كمواطن اعتقد انه اقل واجب اللي كل من ضحى خاصة بالنسبة للشهداء المجلاء اللي عشت وانا صغير حرب الفرق عشتها عمري 12 سنة ولكن عشتها بالفعل مش وبالتالي ومهما كان أنا شهداء ضروري الإنسان مش قضية مسؤولية هي واجب وطني يقوم به الله يرحمهم على كل ككل شهداء تونس. سي كمال بعد مرور 51 سنة على معركة الجلال هناك رأي الأول يقول أن زعيم الحبيب بورقيبة النرجسية نتاعو هي اللي أفادتنا لمثل هذا العدد وهناك نظرية تقول أن زعيم الحبيب بورقيبة كان مضطر لإخراج آخر جندي أو أجنبي من البلاد التونسية كيف تشوف؟ موجود صحيح الكلام هذا وتكتب حتى في بعض الكتب وتحاليل ربما اللي ينقصها هو العامل الدولي. ما ننساوش انه معناها وقتاش صارت حرب بنزرت وشو كان صاير في الشقيقه الجزائر وتعرف شو كان يتقال انه بنزرت ربما كانت تستعمل كقاعده حتى لضرب المجاهدين في الجزائر وبالتالي يجب ان ننظر للموقع هذا وحتى اذا كان قرار الرئيس ربما بورقيبه كان ربما فيه ما يقال لكن لا اعتقد انه كان عنده خيار باش اولا يسترجع سياده البلاد كله ثانيا باش يبين الموقف الحقيقي لتونس اللي دائما كان الى جانب الثوره الجزائريه. شكرا شكرا شكرا.